سيدنا سيدنا الشيخ محسن ابراهيم الهجري كان يوقت انت ينقضوا على الاعداء على الاطراف بعض الاطراف الفرنسيين. نحن مش خوالي، نحن بدناش نتبع راي سلمان بوشاين السيء عم اختيار ونحترم ونمشي وراه، لا نحن نتبع الراي الصح لبلدنا ولوطننا ولاخواننا وللمستقبل وللبدو يخلق. والله يرحمه نودي انا بعرف شيء، اما طلعوا هالمؤامره الكبرى اللي كيف خلقوا منين جابوها تنقضوا على في 7 لموعن بالكياس شقف مش عارف وش يديروا. صح ايدي الغدر والخونه. فمشان هيك عملنا موقف يا اخي، فمشان هيك عملنا موقف. واهلا وسهلا فيكم والله يوفقكم ويخلي لنا اياكم. مساء الخير للجميع. أنا بس بدي أدلي بدلوي بعد إذنكم. الموقف تبعنا إجا متأخر، ولكن إنه يتأخر أخير إنه ما يكنش بالمرة. يرحم أهلك. الموقف اللي صار ولازم تعملوا هضبة جولان، طول زمان هضبة جولان كانت سباقة لمواقف الكرامة. ولا مظاهرة ولا حدث كان واحد عزم الثاني أو نسق مع الثاني إلا نشوف الخطر محدق بأبنائنا وكل واحد يهب من أرضه. فإذا في ناس بدها تطلع بهذا الموقف وتعمل الآخرين درج سلم، فمنقول لهم إنكم أنتم راح تعملوا الكرامة درج سلم لحتى ترفعوا حيلكم. هذا موقف كرامي لأهل الجولان، هذا موقف كرامي لكل إنسان سوري حر بيرفض الإرهاب، بيرفض القمع، بيرفض الفساد، وايضا هو موقف الانتماء لوطننا وللاحرار بوطننا. الله يرحم شهيدنا العوس ورفاقه ولي حمى الجبل ولي حمى دم ولين الدروز. وانا سمعت شوي من الاخ سميح اللي كان بيحكي تخاذلنا مش مطلوب، تخاذلنا عيب علينا نحن كمنطقه. ابي سويش هذا الموقف، هذي دروز وهذي حفظوا كرامه الدروز وحفظوا دم الدروز، وكان لازم يكون عندنا موقف من ثاني يوم. تعال نعترف كلنا بغلطنا والله يرحم الشهداء. تعال متاخر احسن ما تجيش. الله يرحم الشهداء. حضرات المشايخ زاروا جبل، عائلة محترمة، عائلة متدينة بهلوة، الأخ وافد أبو ترابي هو ابن هذه العائلة الكريمة، هو منه أهل جبل بيعرفوه، هو ثري كان عنده محلات تجارية، اشتهر بالإغاثة بالعمل الإغاثي، قاتل في الجبل في جبل لبنان، قاتل 8 سنوات 9 سنوات دفاع عن شرف الدروز. معروف هو كان بعمان، قاتل مع خالد بن زين الدين بغض النظر بوجهة نظرنا السياسية. عاد وفد أبو ترابي رغم أنه معروف عارف أنه هو راح يلاحق لما سمع أنه داعش جاء على جبل وأعلنها أنه داعش راح تكون مقبرة للجبل، وحققت كلام نزل كلام على صفحته البلاد اشتقت لأهله. بالنسبة لنا وفد أبو ترابي هو بريء حتى نشوف محاكمة عادلة. بتاريخ دروز لا حدا انتمى للنصرة، نحن حتى يعني واحد من الناس اتهمت انه انتمى لنصرة، نحن لا في درزي انتمى لنصرة ولا في درزي فجر عمل ارهابي وتفجير دروز. بالتالي نحن
بالنسبة لنا هو ما زال بريء حتى نشوف محكمة حقيقية وعادلة.